تحايا كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير. في هذه الحلقة سأتناول موضوع أنا أعتقد بأنه يهم كثيرين جدا خاصة من الشباب. هذا الموضوع هو مسألة الهجرة. نحن نعرف الآن بسبب قبل هذه الجائحة أوروبا تقريبا أغلقت جميع أبوابها في وجه المهاجرين باستثناء بطبيعة الحال الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية إلى السواحل الأوروبية بدون إجراءات رسمية أي بطريقة غير شرعية، وهذا يتفاوت التعامل معهم بين دولة أخرى. هناك بعض الدول في حدود ما تدمج هؤلاء المهاجرين السريين، وهناك دول ترفض ذلك تماما وتقيم لهم معسكرات خاصة تمهيدا إلى ترحيلهم إلى بلادهم. لا شك بأنه في هذا الجانب أن المغرب من الدول المعنية ودول شمال إفريقيا عموما بهذا الموضوع، ولكن أريد أن أتحدث اليوم ليس عن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة يعرفها كثيرون والمعلومات متاحة عنها، وللأسف قوارب الموت نسمع بها باستمرار. نريد أتحدث عن هجرة ليست فيها قوارب موت وليست فيها مخاطرة وليست فيها أي تداعيات سلبية على المهاجرين، بل هجرة مرغوبة ومطلوبة ومفيدة ويمكن أن تؤدي فعلا إلى تغيير جذري في حياة الناس. هذه الهجرة إلى، وهي هجرة شرعية، إلى بلدين من أكبر بلدان العالم مساحة، وخاصة إذا قارن عدد السكان بالمساحة، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية ونحن في شهر أكتوبر، بدأت عملية التقديم للوتري، أي اختيار المهاجرين الجدد بالقرعة من الآن حتى 10 نوفمبر، أي من الشهر المقبل. ولكن عمليات وإجراءات الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن تتم إلا في عام 2020، أي تقريبا بعد عام ونصف أو أكثر قليلا. هذه الهجرة ساهمت في الواقع في إدماج عدد كبير جدا من بلدان، خاصة بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا في الولايات في المجتمع الأمريكي. هناك ضمانات بطبيعة الحال، هناك هؤلاء الذين يتم اختيارهم عن طريق هذه القرعة أو اللوتري، تمنح لهم بطاقة خضراء أي بطاقة إقامة، ومن بعد ممكن أن يحصلوا طبقا لإجراءات ليست يعني إجراءات سهلة ولكنها مضبوطة على الجنسية الأمريكية. منذ بداية وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يستفيدوا من شيئين. الأمر الأول وهو العلاج، الأمر الثاني وهو توفير مسكن لائق، وفي بعض الحالات في بعض الولايات الأمريكية يعني تقدم لهم إعانات حتى يستطيعوا أن يتأقلموا يندمجوا في المجتمع الأمريكي. هذه من الهجرات المشروعة والضخمة في بالنسبة لكل دول العالم. ولكن بالمقابل هناك مشروع آخر أكثر ضخامة من مشروع اللوتري الأمريكي، وهو مشروع الهجرة إلى كندا. كندا الآن رسميا تريد 1,000,000 شخص في خلال 3 سنوات، 1,000,000 مهاجر خلال 3 سنوات. بمعنى آخر أنه ربما إذا قسمنا ذلك هناك قرابة أكثر من 350,000 مهاجر كل سنة، بما في ذلك هذه السنة 2000 ثم 2021 ثم 2022. لماذا؟ المجتمع الكندي مجتمع فتي
وبمعنى فتي بمعنى العدد الكنديين مع مساحة الأرض تقريبا هناك حوالي 40 مليون في كندا، ولكن الأراضي شاسعة متسعة وبها الكثير جدا من الموارد الطبيعية الفلاحة ما إلى ذلك. هذه الهجرة الكندية أيضا متاحة للجميع لكل، وموجودة الآن على الإنترنت موقع لقبول طلبات المهاجرين بالكامل من أي بلد كان. مع هذه في هذه الشأن هناك تركيز على القارة الإفريقية، شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء، لأن الكنديين في الواقع المجتمع الكندي يعاني كثيرا من تقدم عدد كبير من السكان في السن، أي ما يسموه هذه الهجرة أطلق عليها في كندا الحل العملي والحل الناجع لمشكلة الشيخوخة، أي تقدم السن. وتقدم السن في الآن في العالم ككل أصبح يحسب ابتداء من 80، أقل من 80 سنة يعتبر ما يزال شخص منتج، خاصة على سبيل المثال في بعض المهن، مثلا الأطباء، أساتذة الجامعات، المحامين، الصيادلة، هذه كلها يعتبروها فئات عمرية منتجة إلى حدود 80، وهناك طبعا من أكثر من 80. أعود إلى اللوتري للإشارة فقط. جديد هذه السنة الذي كما قلت بدأت في 7 أكتوبر هو إجراءات شديدة ومشددة جدا في أي نوع من أنواع التزوير أو أنواع الاحتيال من أجل الحصول على الاختيار أو اللوتري فيما يتعلق بالمعلومات. يعني على سبيل المثال، أنا من يريد أن يطلع على التفاصيل موجودة ومتاحة على الإنترنت، ولكن على سبيل المثال إذا كان هناك زوج يريد أن يهاجر لابد أن يشير إلى كل المعلومات اللي خاصة بالزوجة والمعلومات الخاصة بالأطفال إذا كان هناك أطفال، والعكس أيضا إذا كانت هناك زوجة تريد الهجرة لابد أن تشير إلى اسم تفاصيل الزوج وأيضا الأطفال. فيما يتعلق بكندا فرص العمل متاحة أكثر من ذلك، وهذا هو الأهم. وكنت شخصيا في مهمة علمية في قبل حوالي سنتين هناك، التعليم من السهولة بمكان أنك تحصل على تعليم في كندا. فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كلام للشباب، للشباب الذين هم من 18 سنة فما فوق، في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نعرف ما يسمى بالpublic school، أي المدرسة الابتدائية والوسطى أو الميدل سكول، المدرسة الإعدادية والثانوي، التعليم مجانا في كل الولايات. بالعكس هناك مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالتعليم الخاص، لأنه في بعض الأحيان هناك تعليم خاص بسبب بعض اللغات، بسبب طبيعة بعض يعني التلاميذ الذين يلتحقون بالتعليم العمومي في الولايات المتحدة الأمريكية مجانا. في كندا هناك تيسير كامل للدراسة، ولذلك أنا أقول بكل موضوعية وبكل وضوح، بدلا من قوارب الموت على الأقل الشباب المتطلع إلى الهجرة من أجل تحسين أوضاعه الاقتصادية، من أجل تثقيف وتعليم زيادة التعليم، ليفكروا في المليون في كندا وفي اللوتري في أمريكا بدلا من الشواطئ الأوروبية التي قد تصل إليها أو قد لا تصل.